massive. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج غوسيب. وكما العادة كنقولوا غوسيب كنقولوا يوسف أوزيلان. مساء السعادة والنور صعب الغوسيبات في الكواليس. مساء الخير سارة. صباح الخير. نقول لكم مساء الخير. سيحولي على الصويت طبعا شي الله ما كنت فين دار منين كيف كل شي دابا فين صوت صافا عرفتكم عرفتكم غتقطعكيو دابا شويه خذوا راحتكم لا حنا ما خدنا راحتنا ولكن ساره واخا صوت ما عندهاش كتقول سي بيتي في الكواليس زعما ما حماتش راسها انا شوف انا توك صبوره طباش حتى اللي ما قلتيش قولي هاك تبيعها فين شي حاجه راه نمشيو تعرفوا شنو غيكون معنا في هذا الاسبوع ونشوفوا الصومير. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على التصريح الأخير اللي خرجت به العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، وغنشوفوا كذلك رد الممثل المغربي سعيد الناصري على وزير الثقافة محمد بهدي بن سعيد، وياسين بونو يحقق حلم الطفل الفلسطيني موسى في غزة، وغادي نشعلوا الضوء على مهرجان مراكش. خليكم معنا وما تزربيوش. نبداو بأول فقرة واللي هي أشطاري. اشطاري هذا الاسبوع شنو كان ترند هذا الاسبوع؟ غنهضروا شويه على الفيزات. مشكل هذا الابري كوفيد ولا هذا المشكل كبير. نشوفوا فيديو خرجت به الاعلاميه سميره البلوي على الصفحه ديالتها ديال انستغرام. مرحبا بكم لاباس عليكم. انا دابا في لوطوغوت ديال الرباط كازا بيان سور. جي خديت الحضر ديالي وشديت لي مير ودايره لي فيو ديتريس. تهضر معكم وشوي انيرفي ما تنخرجش بزاف بحال هكا اون ديريكت. مي هذه المره بغيت نخرج اون ديريكت باسكو انكور اون فوا جي دوموندي لو فيزا من الالمان. اون ملا ريفوزي انا ولادي اون ملا ريفوزي سو لو بريتيكست كو لي دوكيومون لي حطيت نو سون با كريديبل. يعني ils ont mis en doute ma crédibilité, ma sincérité et la véracité des papiers que j'ai présentés. Normalement, je devais partir en novembre à la soirée tadamounal ma nas dial haous dir had docteur Hamdouchi Francfort. Et j'ai tous les papiers signés par l'association, par tout ce qu'il faut. J'ai les papiers de deuxième, tout ce qu'il faut. Et on m'a refusé parce que apparemment je mens. 48 ans, hajja, faut que vous me tعرفوني et je mens. Ça je ne l'accepte pas et je ne permettrai pas qu'on me traite de menteuse. Donc je vais faire le nécessaire parce que j'exige des excuses d'abord avant le visa. Voilà, جاوبوني وقولوا لي رايكم وشنو خاصني ندير. Merci les amis. Samira Albeloui. فات الفيزا الألمانية. فيزا ايتي ريفوزي. با اريفي لاي واحد بون بعد ما تلقى الكريتير ديال الغوفي ما تيكونوش تري كلير. ابري انت راك فاس واحد القنصليه هي كتقول لها بغيت نجي عندك كتقول لك اهلا. هما ابارامون الموتيف دو ريفو هي لا كريديبيليتي ديال لي بابيي ديالها. باش نشرح للناس شنو هي لا كريديبيليتي دي بابيي ايتترا. بعض المرات كاين اللي كياخذ فيزا ديال الخدمه كيمشي تيقول لهم انا جو سوي انفيتي لشي كونغري ولا انا غادي لواحد الحفله. بارفو تيكون هذيك الحفله ما كايناش غير شي واحد باغي الفيزا باش يمشي ولا هذاك لو كونغري ما عندوش لانفيتاسيون ديالتو غير لايتي تيليشارجي ان بابي كي لي ريسومبل كيعطيها ليهم. شوف دي شوز كوم سا سي بور سا ما تيكونو دي بابي ديال انفيتاسيون ان ايفينمون ولا شي حاجه. يقدروا بارفو هما يرفوزو باسكو بوغ هذاك ليفينمون ما كاينش ولا هذاك ليفينمون ما عرضش عليك ولا فوالا ولا ليفينمون ماشي ايفينمون كبير مثلا ديك البلاد ما عرفاش كاع واش كاين شي ايفينمون شي كراج دونك لا 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 سي فري سي فري خاص بزاف. سميره البلوي قالت لك كيفاش يقولوا عليا كذبت وانا حاجه وعندي 48 عام ما عرفاش بالالماني اصلا في بلد غير مسلم سي لايك دونك يعني حاج ولا ما حاجش لي دوكيومون كاين شي دوكيومون فيه الحاج زعما هما ما عندهمش كيفاش اصلا يعرفوا بلي سميره بلي راه حاجه وما عندهمش باش اصلا هما يقولوا هذه حاجه راه ما تكذبش. شوفوا
48 سنه هما ما عندهمش لاج عنده علاقه مع لا كريديبيليتي المصداقيه باسكو كاين بزاف الناس كيبغيو يمشيو عند ولادهم ناس كبار عندهم 70 عام 75 عام ويقدروا يحرموا باش يجلسوا مع ولادهم بيان سور. حاجه اخرى هي قالت لك تطلب من المانيا انهم يقدموا لها دي زيكسكوز هي الاولى باش نسمر اعتذار لسمير اسمع ما عطاوهاش ما حيت قالوا لها انت كذبتي دونك شكون يقول هذاك ماء الوجه ياك يرجعوا لها ماء الوجه اكزاكت انهما يتهموه يوسف شنو الراي ديالك لو غوفي ديال الفيزا كنظن ان حاجه فماشي عاديه ولكن حاجه اللي كتوقع ديما يمكن سميرة البلوي عندها الحظ ان انسانه مشهوره وصوتها مسموع يعني الناس غادي تعاطفوا معها وغيسمعوا المشكل ديالها. انا كنعرف لو كادير واحد مخرج سينمائي معروف بزاف ومخرج كبير في المغرب اللي قرا في المانيا قرا اخراج في المانيا ودار ان تري كرون فيلم اللي فيه برودكسيون فرونسيز ماروكان وكان الفيلم خصو يتعرض في المانيا في شي فيستيفال وترفض ليه ترفضات الفيزا وما حاش الحج لا ما حاش وعنده سيرتيفيكا ديال الحج وعنده فوق من 48 عام اما كونيسونس وترفضات ليه الفيزا وبزاف الناس كاين دي ميدسان كاين ناس كبار كاين بزاف 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 الناس انا ما مير ترفضت لها الفيزا بورتون جي ان فرير فرونسي اون سو فرونسيز ومشات اكثر من 15 ولا 20 مره في حياتها وهاد المره قرروا انهم ما يعطوش الفيزا وانا كنظن انا من حقهم يعطوا الفيزا لمن بغاو الا شكوا في شي حاجه ماشي هي هذيك با فورسيمون سميره مي يقدر يكونوا تحطوا لهم دواسه واحده اخرى ديال ناس واحده اخرين ديكو جمعوا كل شيء ما يمكنش اشاك فات مشيت بغيت تاخذ الفيزا وما يعطيوهاش لك تقول بما زعما يا بروبليم دو فيراسيتي الاوراق واش زعما الاوراق كذوب جو بونس با ك سي ما غاديش تقدر يقولوا راه كذوب جو بونس ما تقالش بعدا كذبتي لا يقدر يقولوا هاد لي بابي ولا هاد ليفينمون سو با اسي سوفيزون با كريديبل ولا شي حاجه لا با كريديبل يقدر يقولوا هاد لي بابي تو سو با كريديبل لا عطيتهم سميت شي جمعيه مثلا بالعربيه وهما اصلا في المانيا ما عارفينش هما كاع ديك الجمعيه بوتيت ولا ما عارفينش ديك لاسوسياسيون شنو هو لو بوت ديالها ولا ما عارفينش كاين الصراحه بالنسبه لهم تاعهم يمكن تخرج الموند تاع اللي كان وقع في المغرب راه داز عليه شحال دونك سي با اون ريزون باش غتمشيو تجمعوا على زنزال تجمعوا بلادكم شوفوا هما كيفاش كيفكروا سكي في نورمالمون لو ريفو دو جيزاد راه قلت لكم المورا كوفيد دابا راه اون افو دي des médecins tu refusais ton visa des grands profils des grands calibres dans le bled tu refusais لهم le visa mais خاصنا نعرفوا ان احنا اون فاس مع واحد البلاد اجنبيه ياك ما كتعرفش المشاهير ديال المغرب ديجا ما عارفينهمش ديجا كيفاش يمشي عندهم حتى اكثر واحد مشهور في المغرب الفنانين وفي الممثلين ولا في الاعلاميين راه ما كيعرفوهش هما حدو طنجه ما عارفين شكون في العالم العربي كيتعاملوا مع واحد العدد كبير من لي دوسي اللي بالنسبه لهم عطوه غوفي سي جوست اكثر من نورمال هما عطاو مثلا غير 50% ديال الناس اللي دفعوا راه ديجا عطاو بزاف الناس حاجه اخرى لي باراميتر اللي كنتعاملوا بهم حنايا ماشي هما ديالهم منهم المصداقيه الا كنت شي حاجه ولا في السن ولا في شي حاجه هما ما بغو الانسان يقدر يكذب في اي مرحله عمريه وكلكل لا سيتوياسيون ديال الوضعيه ديالو كيفاش دايره حاجه اخرى واش كتظنوا ان المانيا غتنوض تعتذر قد اكزيجي لي زيكسكوز المانيا مالها غتعتذر لسمير البلوي بيتيت دون زون اوتر في او بيتيت دون سيت في تي بو با سافور دابا المشكل سي كو ماشي على سميره كاينين بزاف ديال لي زارتيست ولا مي معروفين في المغرب باش كيترفض لهم فيزا كيديو فيها فيلم زعما جونغ تقدر التعامل ديالك تما سيغ بلاس ما عجبهمش زعما لا وجهك ما عجبهمش لا لا تعامل ديالك مش عندهم ديال بيكوز ام ستار ولا بيكوز اي ام لا بريتونسيون اتونسيون عندهم انا فريمون ما il faut pas être prétentieux je parle pas de Samira je le dis encore de façon générale je parle d'une façon générale la prétention بحال هكا حتى هي c'est parmi les refus ما غاديش زعما كيقول لك ما غاديش تعيق عليا انايا في بلادي دونك il faut aller humblement تمشي بوريقاتك مقادين فين غادي الانفيتاسيون دو ايت فريمون كريديبل خاصك يكون داكشي محطوط ماشي على الديغنيير مينوت عاد اجي نعرضوا على هادي ولا على هذا داكشي خاصك محطوط ان رفو دو فيزا جو بونس باكسين الارتيست اللي ترفضات ليه الفيزا كيدير فيها فيلم كيدير فيها ستوري كيبدا لك رفضات ليه فيزا كنت بقى كيما هاد الشليخه وسيت فرنسا ديال فرنسا اي بوكو دوتر سا سا اريف جو بونس كو ايسي ال رفي اون دوموند je pense que ça va le faire ولكن خاصك ماشي تطلبي من السماح راه ماك تمشي لالمانيا اتونسيون ولا الشينغن ولا الاوروب دونك il faut faire attention ماشي كي اي واحد راه ما ردوش البال واحد الحاجه قلت لك ترفيزات على الفيزا هي ولادها alors que normalement c'est un dossier de l'invitation à un événement
كنت تفعلي نجي فيزا بوحدك ونكره ما عندهاش نونو زعما تليش كاع ولادها تمشي بلا ولادها ليش دلا ولادها اش لا زعما ولادها في المغرب ما عندهاش لا راه زعما سي با سي با دي بيبي راه دات بارك الله كبار يحفظهم ليها ولادها عافاش عافاش انا معافاش ولا لاج ديال وليداتها لا لا راه اون بارل با دو ان اون دو زون سانك اون تبارك الله كبار كبار دونك غادي ايفينمون ولاد كلاش لا نورمالمون غادي ان ايفينمون خصني شي بوحدي راه هما اونكور اون فوا المانيا ما صوتهاش فوالا عندك نون ولا ولادك صغار واخا لا لا انت غادا ليفينمون ايوا ولياش ولاش هادشي اللي غايقول لك دابا تا هما تي فا دونك حقا سي هاد الفواياج اك سي زونفون ما كاين لا سميتها فيزا لا ساره سميتها فيزا توريست كتدفع ليها لا بروسيدور توريست وكاينه فيزا ديال الخدمه كتدفع لها الوراق ديال الخدمه صافي لو سي لاكتي انفيتي ان كونغري كتدفعش اون فامي لي فيزا توريست كتدفع اون فامي اون توكا هاد المشكل بو مو سا مشكل جينيرال يا كيما قلتي ما يبقاوش لي ستاك يخرجوا ونطريق لك علاش رفضتوا الفيزا راه ملي راه قدام المانيا ولا فرنسا ولا ايطاليا ولا اي بلاد انت راك مواطن مغربي كيعرفوك الوراق ديال الخدمه ديالك لي بابي ديالك لي ريفينو ديالك لي سورس ديالك ترا الفيلم لو كاين حتى بالنسبه لكاين كاين كاين بلو غاف لان كاين دي ستوديون اللي عندهم دي انسكريبسيون وضاعوا لهم العام باسكو ما خدوش دي فيزا ديجا مالاد ديجا مالاد ديجا مالاد كتشوف ملي كتشوف لي كونسولا راه كتلقى راه الحج ديال عباد الله مجموعين الناس ما كاينش ما كيعطيوهمش غوفي 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 صافي دي موا الناس كيديبلاصو من مدونه وحدين اخرين اللي كيجي من بركان من وجده من الناظور من البلاد من مدن زعما بعاد وناس كبار دي جون دي فوا اجو كيجيو للدار البيضاء ولا للرباط وكيتكرفصوا الناس دونك فوالا نشوفوا واحد الفيديو اللي خرجت حتى هي ترند في مواقع التواصل الاجتماعي حضيو راسكم حضيو راسكم حضيو وليداتكم علموا ولادكم ما ياكلوش ما تعلموش لوليداتكم بحال اللي انا طالقه ديك طالقه كانت في زمان بقاو معايا وشوفوا لي على حالتي كي دايره المهم سمحوا لي ما كنتش باغا نوريكم راسي بهذا المنظر ولكن بغيت نقول لكم ديك الطيبه زينه بلاش اللي بغى يدير شي اجر عطا الله فين يديرو سيده قالت لك عاونيني لله وقفي معايا انت تتوقفي مع البنات تديري تتفعلي انا هادشي غنحيدو كاع كاريمون اللي بغات تخدم على راسها راه كاين معارض راه كاين معارض تسجل معنا وتبين المنتوجات ديالها والله يسخر صيفطات لي واحد المنتوج قلت لها انت ماشي مشكل انا نجرب انا الاولى وعديك الساعه نعرضو للبنات راه وحق الله العلي العظيم الا زعما هذه الهضره قلت لها انت انا نجرب ونقولو للبنات والله ما خديت من عندها الريال راه مازال لي سوسيتي تتخلص من عندهم ولا هذه اما بحال هكا بناتي الله باديات هذه تنقول صافي جاتها الفرصه وبغات تبين المنتوج خليها مسكينه الله يسخر درتها راني كلي منفوخه المهم انا غندخل دابا تخرج غير صاحبتي تصوب عليا باش ديني للشيخ زايد وديك الساعه نوريكم عينيا كي ولاو نوريكم اي حاجه كي ولا لهاتي لساني ما عرفتش كيفاش نحل لساني من الداخل تنبل كلشي تنبل فيا نيفي من هنايا منبل ما عرفتش شنو هادشي داي الليل ما قدرتش تعمقي نفخ ما تيقوش ما تاخذوش شي حاجه ماشي هي هذيك راه بنات الحرام كاينين راه كيما كاينين بنات الخير سمحوا لي على هاد الكلمه كاينين الناس الخايبين سيدا كوموندات لي برودوي من هاد لي مارك اللي كاينين سوغ انترنيت ديال الشعر غاتكون بيان سوغ طلعت وهبط ليها على عينيها وكانت شتو ليطا ديال عينيها كيفاش دايرين وكانت ابارامون غادي تصاب الله يحفظ بالعامه هاد لي مارك دابا اللي ولينا كنشوفوهم هادو غير اترافيغ ها كريم ديال الوجه ها كريم ديال اليدين ها برودوي ديال الشعر بغيت نعرف واش سيرتيفي هاد لي برودوي هادو كيفاش ولات بالكثره خلي داكشي ديال لي بودغر اللي كيغلطوا داكشي كما نهضروش عليه مي هاد لي جيلول دابا اللي كيتباعوا هاد لي برودوي كوزميتيك وهادشي كامل واش كاين رقابه ولا لا واش كاين واش بحال مشيتي خديتيهم من لابارا فارماسي ولا كيفاش واش اللي حط شي برودوي اكوموندي سوغ انترنيت الناس كيكوموندو من عنده كومون سا سباس يوسف من غير اكوموندي سوغ انترنيت ما نساش ان هاد الناس كيحلوا كاين اللي حالين في دي مول وعندهم كيبيعوا لي برودوي ديالهم في لي فونت بريفي اوسي في لي فونت بريفي هادو حالين كاع هذا كتمشي كتمشي للامول ولا كتمشي كتمشي لاون غالري كتلقاي حال السيد المحل ديالو كتبيع لك هادو التحاميل ديال هادي هادي ديال هادي هذا فين ديال هادي هذا ديال الشعر هذا ديال هادي هذا التبييض ديال البشره هذا باش كيكبروا لي السيل هذا الماسكارا يعني دي تروك سون تري سنسيبل يعني غتقص لك في العين انا ماسكارا سي ديريكت العين هاد مي الناس كيشريو هاد لي برودوي ما كاين حتى شي رقابه عليهم سي سا واش سي نورمال سي با نورمال ولكن بيرسون اون بارل دونك حتى كيوقع حادث بحال هذا اللي وقع لهاد السيده الله يشافيها عاد كنعرفوا ان هاد الناس
راه كيبيعوا دي برودوي اللي غير كوار و وصافي عارفه البرودوي كيدوز بزاف ديال المراحل وكتعطي اوتوريزاسيون دو ميسيون لو مارشي باش كي اوتوريزيو انه من الوزاره انه يقدر يتسوق في هذيك البلاد جو بونس با هنا واش كاين سي سا لا كيسيون انا جاي تي ابروشي من واحد لا سوسيتي اللي جو سميتها كي بريفي لي هي سيت ان لابوراتوار وانا جافي بونسي ا بار كوريوزيتي ونشوف اون مارك ديال دو بوتي Et c'est un laboratoire. Là, tu dis que voilà, il a dit, ça que tu choisis. Tu dis que tu es qui que tu que voilà, je n'ai pas de l'ouge, je n'ai pas de l'ouge, je n'ai pas la peau, je n'ai pas de l'ouge. Aussi, les flacons, on peut même suivre la communication. Tu payes, on te livre. C'est un laboratoire. D'abord, je n'ai pas de laboratoire, ils disent que oui. Tu as fait de la marque, bien sûr, parce que tu as fait un petit. Et à sab haja hiya had qadiya kif galti hiya dial la peau tout ce qui touche à la peau cheveux l'aynin d'accord bqat fiya mona tawil parce que ça se voit qu'elle est triste dak chi qu'elle a osé prendre elle donne des conseils zama mabqach taawdoha mais msaw anna que ça soit une marque li ma mraqbach ou une marque li mraqba ma'roufa alamiyan ra on fait des réactions allergiques ana machi tabiba ماشي طبيبه مي جي او با مال دو رياكسيون اليرجي سي سو كي لا سي اون رياكسيون اليرجي علاش دائما تيقول لك يفو ايسيي لو برودوي في لا بو ديال لا مان دابور تسنى واحد الوقيته شوف واش هي اون رياكسيون عاد يمكن لك تطبق يعني سوا لا انا وي سي اون رياكسيون اليرجيك بوتيتر كو هي تقاست باسكو هي عندها لو كور ديالها سي ديفوندو انت ديرو بوتيتر سافا با سباسي جدا مي يفو هي ال دو فير اتونسيون ايت الا كانت مولات البرودوي اللي بعت ليها en ordre ou en dehors de chez Mkade en règle, elle risque d'avoir des problèmes. On ne sort pas après une réaction allergique. On goulou had produit. Bon, je pense pas que Galsmia. Je pense pas que Galsmia on est là. Il a Galsmia avec chez. Donc il faut faire très attention. Et peut-être il a quand en règle. Elle a dit une mauvaise aide. Elle peut prouver que c'est une réaction allergique et ça peut arriver à tout le monde. Waha la réaction allergique, elle arrive à tout le monde. Est-ce qu'on l'indique par ordonnance ? Donc, elle chez le médecin. Bien sûr. Waha, ou elle a le produit, mais elle a dit que c'est un ou la waha qui a le produit. Le médecin, لان السيده تقدر دي جوغ لو دومات نكرك تقول لك اودي انا ما بعتش لك لا انا البرودوي ديال الناس مجربينو فوالا انتي شوفي درتك انا الرجي لا يمكن درتي شي حاجه واحده اخرى يمكن قلت لك انا دري باللي انت درتيه في الصباح دونك كاين دائما غيلقاو لي سوليوشن بيان سور يبقاو لي سوليوشن اوكو الضحيه كتبقى هي السيده اللي الا ريسكي انها كان غادي يمشي ليها شوف وتكرفصات مي جابريسي وكنحترمها على انها خرجت دار ان فيديو باش هي والناس ميدوا على هاد المسائل هي والناس ميوعيو هاد الناس هي والناس ميدوا على هاد لي برودوي يعني ما ديرش ان برودوي اللي انت ما كتعرفش النتيجه ديالو حيت انا وليت كل نهار كنلقى شي انفلونسر تخرجت اون مارك ديالها مي يا اون بليس دو سا مي يا با دو ميغاك راه ماشي غتجي انت غدير ليها خلطه غتكون عندك كاري غيصبع عندي ديك راضي على طول راه ما كايناش هاد الهضره راه لي ميدسان ما عرفتش شنو كاع فين وصلوا الناس سورتو لي شوفو راه بلي زوبيراسيون تلصق الشعر وشوف واش غادي يصدق عاد مشيتي ب 20 درهم ولا عندك الشعر كيطيح ليك لا اصلا ما كيصدقش اكزاكت وما كتزرعو كتزرعو في كلينيك وكيطيح ليك وكيطيح ليك دونك الوغ تقدر تمشي تدعي الكلينيك وتقول لهم داك الشيء اللي بعثوا لي البوبليسيتي والو الكلينيك حتى ما غايقول لك ثاني نفس يقول لك اجي نعاود لك واحد اخر دونك ثاني غيشدوك داك الراس غيحلوه ويعاودوا ثاني ولا تو غان دونك طول ما غاديش تخسر ما غاديش تخسر تو غان من هنايا من غادي تقول دونك هنايا وعاود تعاود مع ابتسام ستو ريماركي كيفاش كيبيعوا le produit بعدا كيفاش كيبيعو كيفاش كي لا فوا كيفاش محطوطه لا بوب كتبه كيفاش داير داكشي تروش عبان وداكشي ديري يعني انا راه كنبغي نصطا كنحيد الشوطيه غتصدى دوان فيران دوان فيران تجي يبقى عرفتي شنو انا شوفي راه دير داك الشعر كيجيك فن ويجيك واعر بحال هكا كيهضروا عرفتي سي مال انتربريتي دو جوبونس دوبي الكوفيد ولا الاي كوميرس بزاف كيجري باردون دونك ولا الاي كوميرس بزاف اي سي دوفوني قصريه حيت انا مثلا انفلونسوز وبغيت ندير اون مارك كما قلتي كاين دي لابوغاتوار دي زيزي اللي كي بروبوزي عليك ها هو البرودوي سق في سميتك ها هو سق في سميتك وهاد لي برودوي ماشي هاد الوزينات ماشي فورسيمون في المغرب كاينين بارتو بارتو غادي يوريك واحد لو سيرتيفيكا مثلا باش تجيب هذيك السيرتيفيكا لوثنتيسيتي ديالتها انت سورتو واحد مثلا انسان ما قاريش هذا الشيء ما غادي يعرف يشد لا ريفيرونس ما غادي يدخلها في وزاره في الكود ديالهم في لو بورتاي اللي عندهم ديال الوزاره اللي كيلهيه في بلادهم ما عندك اوكون كريديبيليتي ما عندكش باش تفيريفي لا فيراسيتي ديال هذا الشيء شوف اللي ما كيعرفش لا هذا الشيء بلا ما يقيسو سي سا يعني واخا هذاك لوزين يقول لي انا غنبيع لك برودوي اللي هوايا اوثنتيك مزيان وسيرتيفي بار الوزاره
وعطاني انا ها عطاني ورقه بلا رهم باش نعرف بلي الورقه بصح ماشي داير هو في وورد وامبريمي عليا ما غنعرفش نجبد لو كود وندخل في الريفيرونسمون ديال لي برودوي اللي كاين عند الوزاره ديالهم ونتاكد من داكشي كامل وما عارفينش شنو هما لي ستاندارد ديال ديك البلاد اللي غناخذ منها واش هما لي ستاندارد ديال البلاد اللي انا عايشه فيها يعني داكشي سي بوكو بلو كومبليكي راه كاينه سيرفيس في كل لابوراتوار سميتو لا فارماكو فيجيلانس ديال هادشي ديال المراقبه ودير هادوك لي بابي ودير هادشي بلا كلشي اون ريغل وكلشي في القانون سي في ناس متخصصين دي فارماسيان اللي قارين هادشي اللي كيكونوا شادين هاد لي سيرفيس غادي تجي نتيا حليتي باج انستغرام اوجوردي غدا غتقرا راسك بلا كابابل تكري برودوي ومتاكده منه وعارفه وتبيعيه وتعطي لواحد يكونسومي وكل نهار كاين برودوي جديد وكل ماشي مارك جديده غام جديده لك نخرجوا برودوي واحد راه لاباس راك ركزوا فيه راك نخرجوا غام قداش فيه 20 برودوي ونبداو نبيعو ونبداو هذا عرفتي لي في لي كوموند لي جاوني ميرسي بوكو مي راه كتلعبي بالعافيه لا وكلكم سولتوني وكلكم كتسناو ورده باش تخرج البوم وراه ما بقاش دابا غنحاول عاود راه غير تاخذوا ستوك نحاول نجيبو عاوتاني ما عرفاش بلاش نهار يقدر يدير شي مشكل غاب لشي حد في صحته بيان سور وغيولي داك انت باغ كونسيكونس مشكل غاب حتى انت في حياتك وعاد اللي كيحشموا وعاد اللي ما كيرضاوش وعاد اللي كيخافوا وعاد لا الله شنو كيوقع في الكواليس الناس ما كيقولوش عاد اللي كنسكتهم كندوروا معاهم عاد اصافوار اشنو كاين انا واحد المره كنت اعترفي خديت واحد البرودوي ماسك قريت عليه سوغ انترنيت في لاباج ديال هذيك السيده بالله راه بيان سور قيتها كتبع عليه الشعر حتى افون ابخي راه لا حتى افون ابخي الفلتر لا حتى افون ابخي ما عمري ما شفتو في حياتي زعما حيد لك الجلد لك جلد اخرى تما ولي ميساج لي ميساج تاع الناس شكرا بدلتي لي حياتي سير الله يعطيك سير الله يفعلك سير الله يخلي لك وليداتك سير الله جمسفيدي وما يمكنش عاد تكوني الفت هاد لي ستوري كاملين وانا الوحيده اللي ما غنامنش في هادشي لا الفت هادشي كلشي من راسها كاينه قلت انا كان غير 40% هادشي بالصح راه واو فوالا ملي ما كومونديت واش تلاقيت معاها تلاقيت معاها فواحد ليفينمون قلت ليها راه كتسمع بزاف هذاك البرودوي ديالك فار هذا ديال لا ماركت قلت ليها هو عندي في الطوموبيل قلت ليها يلا نجيبو اون ايفي عطاتني لو بو ساشي ديالو داكشي كامل ها كيفاش تستعمل كيفاش تستعملي وتفكريني وردي عليا وكتقولها لي بواحد لا كونفيونس هذاك الشيء اللي وقعنا بالفرحه مع دخلت مع ما غسلت وجهي مزيان حيت الماكياج اي تو درت داك لو ماسك ملي درت بدا كيحرقني قلتي واو سا مارش لا بدا كيحرقني سا مارش با بدا كيحرقني اللي ما قدرتش نبقى مازال دايره باسكو نورمالمون كتبني فولو كاردي اونتر 20-30 مينوت في لومبالاج حتى الوجه يطيح انا غير ديك 3-4 مينوت الاولى صافي بدا كيحرقني بزاف صافي دخلت مسحت داكشي كامل وغسلت وجهي جمس بيجي ما قدرتش ما صبرتش غسلت وجهي انا جو مسي با روندو كونت ديك الساعه في الحمام انتما كنت كنغسل وجهي ما تحب الفوطه ما جو مسي با روندو كونت خرجت من الحمام ويقول لي راجلي مالك شكون اللي زربك كاين شي حاجه يبان وجهك درت واحد البرودوي انت تايقه فهمتي زعما واو شي اكلا ما كاينش دخلت كنلقى دوك بحال دي بلاك روج ديال الحساسيه كاين هنايا دي بحال كوم دي بلاك بياس فوالا شي حاجه صفاء ورديه كاينه في وجهي ملي وبحال بدا كيتقشروا ديك الساعه مع نشوف الوجه بيلينغ ماشي خديتي بيلينغ وما في خباركش ملي شفتي هذيك الساعه وجهك قلت لها فلانه الجمله قالت لي سي با بوسيبل ما يمكنش شوفي باش غسلتي وجهك امبوسيبل لا لا ميمكنش شو كنتي دايره قبل في وجهك شو كنتي دايره من بعد شنو كنتي هادي اش من صابون درتي بيك لا غسلت بالصابون كنغسل بيك كل نهار لا كيفاش هادي كيفاش هادي جيمي واحد 25 جوغ حتى لا كريم ايدغاتونت ولات كتحرقني هذوك لي بلاك حتى كنت ايدغاتي بوطابت ما بقيتش نقدر ايدغاتي واحد اونتخ شي 20 ولا 25 جوغ قربت نكمل شهر وانا جاغي با ميتر دو ماكياج وديك الساعه كنت كنصور برنامج وما نقدرش ندير ماكياج وما نقدر ندير حتى شي حاجه وغير كندهن الزيت ولا شي حاجه وجي ولا كيسبورتي شويه ديال زيت ارغان شويه غير بو ايدغاتي عاد بقاو هذوك لي بلاك يستومب ان بو بشويه بشويه وانا خرجي بالستوري تاع نتي كنت غتخاوي الله يحفظ نفس لا سيتوياسيون من تماك لا فيغيتي من تماك كاين شي كريم ايدغاتونت لا كاينه من بارا فارماسي شي برودوي الا كانت عارفه مسيرتيفي لابوغاتوار اجي بصح خارج من عند مول لابوغاتوار هذوك لي لابوغاتوار كبار اللي ورقيهم اون ريغلي تو سا هما اللي كنستعمل لي برودوي ديالي دابا راه مشكل كنت دي جيلول اللي كيتشرب الا الناس مشاو بعاد من هنا بداو غيبداو دي زانجيكسيون الناس مشاو بعاد الناس زعما بداو فلول فهمتي بداو النفقه ديال الحمام بداو غير صابون البلدي الغسول
صافي بداو بهذا الشيء وبداو بف كيديماريو نو كيمشيو لدي بارتي في لوكور فهمتي لي بارتي دو كور ديال التبييض هذه داك الشيء ترو ريسكي الناس كتغامر الناس ما فهمتش وكاينين امبليكين فيها بزاف الفنانين وبزاف الفنانات اللي كيديروا اشهار هذا البرودوي بيان سور اللي هما ما كيستعملوهمش وما كيقربوش لهم هذا البرودوي السؤال اللي كنطرح دائما كيجيو هذا البرودوي كيجيو في الطوارو من الشينوا واو في الطوارو من الشينوا وكيتعمروا هنا في المغرب وكيتباعوا وكيتخلصوا عليهم لي زارتيست وكيديروا لا بوب هما اللي هم داروا دي فورتون غراس لهاد الناس وما كاين اوكان ريزولتا شي ما يكونش يكون ما يكونش اوكان فهم ما يكونش الريزولتا ما عنديش مشكل واخا ما يكونش غير الدار لوطخ ريزولت ما يكونش غير الدار انا ندير برودوي وما يجيني عادي كما درتو كما بقيت ما عنديش مشكل ما يوقعش لي غير شي حاجه اللي نبدا نداوي فيها ولا شي بروبليم اللي ما بغيتش يداوى ليا كاع هذا هو البلو غراف في اطار هذا الشيء ديال الاحتيال ليلى عبد اللطيف العرافه العالميه خرج بواحد الفيديو نشوفه الأنظار والإعلام تتجه إلى شخصية سياسية أو قيادية بارزة كان قد انتشر خبر اغتياله ووفاته حول العالم بالإعلام لفترة طويلة ولكن سنرى هذه الشخصية بتظهر إلى العلن وعلى الإعلام مما سيثير وبشكل صدمة عارمة للجميع وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة وأنا مسؤولة عن كلامي مما سيفضح الجهة التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وتسبب صدمة كبيرة لشعبه وللوطن العربي وأنا بقول أنه بعده عايش يعني في صدام حسين معمر القذافي بن لادن عماد مغنية قاسم سليماني لحظة بس حدا من هالشخصيات قليلة خلص خلص بعرف بتخلصي بس حدا ما بعرف ما حقول هدو معنا جدا جات هدرة الطلعة فين غايجي والناس رماتهم كدير القادات اللي تم الاعدام ديالهم بحال صدام حسين بحال معمر القذافي شنو ميت ولكن اسمحوا لي ما قلت تسميه لا ما قلت تسميه اكزاكتومون الصوره اللي شفنا جوج لتحت سي دي كومونتير ديال الناس اللي طلعوا اللي طاحت لهم في بالهم هذه القضيه هي راه قالوا لها تسميه قالت لها قولي شكون قالت لها ما نقولش انا واش كنشوفها كتجيني لا ولكن كيفاش غادي يخرج هي ملي دويت راه ما قالتش شكون ولكن اللي فهم بنادم كله فهم هاد الناس هادو كلشي قال سؤال يا على فعلى هاد الناس اللي معروفين حيت قالت مشهورين غادي يرجع عاوتاني كنرجعوا صافا غير شونجي زعما راه هاد الناس ملي مشاو راه تقلبت الدنيا ومشات قلت نشدوهم قاد اخرين فوالا اش غاو يجيو يديروا في غاس انا لو كار ديال هادي دي سورتو هاد السيده شوف ما كنسمعها وما تنتهيش وشو خا داكشي قال كانت زاك ما كنت هي من هنا وتخرج من هنا با سافوار كومون سا مارشي زي ولكن انا بالنسبه بيرسونيلمون دايوغ الناس اللي كيتفرجوا فيها وكيتيقوا تنقول جمعوا ريوسكم راه ما سيبقاش راه ما كاينش لا يعلم الغيب الا ربي سبحانه وتعالى تجي انت تقول لي لا راه لو كتجيبي داكشي بتدقيق زعما ما كاينش ما كتغلطيش دونك ولات بزاف ولات بزاف هاد السيده قبل ملي كنشوفها بزاف دابا ولات كلها شهر خارج هي كتجي من العام للعام ولات كتجي من السيمانه للسيمانه ياك نورمالمون لهدف ما جو بونس كي لهويها الناس جو بونس كاين شي كاين لهدف ما حيت هدف اعلامي هدف اعلامي هدف اعلامي باين انت واللي ما بانش ليه سي غراف حيت هدف اعلامي اللي بريبار لو بوبليك اللي باردون سمحوا لي السميه ستوبيد تجي شي انفورماسيون اللي ديجا كاينه غير شفتي الاشاعات كتلوح الاشاعات ال فوا لا رياكسيون ديال الناس كومون سا سباس وديك الساعه عاد يديسيد دو رياليزي الاشاعات ولا لا مي ما سكرولي طلع سكرولي لا انا جا لامبرسيون كنقول بزاف ديال الحوايج راه دابا لي بارتي اللي كيكونوا متشهروا دي بارتي من داكشي اللي كتقول كتبقى تقول بزاف ديال الحوايج على الله بحال مثلا قالت لك مثلا واحد 60 حاجه كتصدق فيها زعما هذا راه باغ ريغل دو بروبابيليتي اللي حسبتي غير داك الاحتمالات تقدر توقع منها واحد ثلاثه اربعه الحوايج هذوك ثلاثه اربعه هما اللي كتقطعهم اللي كتحطو الناس كيقولوا لهم واو كتقول الجمونه ولا وصلت كتقول بزاف ديال الحوايج هي على الله واش فهمتي غادي نقول لك غادي يوقع زلزال غادي يوقع فيضان غادي يوقع هادي غادي يوقع هادي غادي يوقع هادي وعزل وحده من هادو فهمتي وحده من هادو صدقات غادي يقطعوا هذيك اللي صدقات وغادي يحطوها في الكره تنبات بهذا الشيء غادي توصل ايكيب عربي للدومي فينال غادي توصل ايكيب
افريقيا للفينال غتوصل هادي غتوصل هادي غتوصل هادي هما اللي كاينين مشات اربعة القارات في اربعة وقالت يلاه وشوفوا ما مسلم مرة يكون واحد في هادو ما جوش الفضائيين اللي قلت عربي وي اي غتقولي واحد انا بوما كتقول بزاف ديال الحوايج هادوك الحوايج واحد لا صدقت لا غير بعث الحاجات من اونكور 100 حاجة راه الناس غادي فوالا غادي يشوفوا ديك غادي ديك الربعه اللي زدخو ما يشوفوش ديك 95 اللي ما صدقاتش ولكن قبل من نهار كانت واحد السيده ما عرفت من روسيا ولا مشينا البلاد كانت شي كانوا كيبينوها مره يعني لي زغوبيا والموند اوكسيدونتال ما عندهمش بزاف هاد الثقافه ديالهم صافر مدام ايغما ولا مدام صولي كل ساعه غنبداو نجيبوا هاد الشعر عليكم حنا ما صدقنا لقينا هاد السيده كل 3 ايام فين ما كتحل يوتيوب ولا كتلقى دايرها ما فهمتش مي لي هذا فين ما جو سوي سيغ كاينه شي لا كاين شي حاجه شي حاجه انا كنشوف شي حاجه ولكن الفا با نو زافوار دونك الناس اللي كيتفرجوا فيها راه كنشوفهم في لي كومونتير راه كيتشيخوا بيان سور يا لهوي يالي اش غيوقع حيت الناس ما غير لو بارطاج نو دو بارطاج دو الاخبار سي بور سا كو كتبان كل سيمانه باسكو سا سبارطاج بوكو سي سو في دو بوز هي مع راسها خصها تقول خاصني نمشي باش ندوز مع الواحد في انترفيو شحال قلتي كتطلب يوسف وكتب دي فورتون لا ومغنيه مصوره معاها وعطيها مكان احلام مصوره مع دار معها سيلفي وما عرفت عطيها الموت تيماجين احلام دابا غاتجي تقولها باش تقول لها مثلا غاتسول تقول لها دابا اصاله البومها غينجح اليسا شنو غدير يعني تشوف حتى هذا زاد في البوز ديالها يعني بغا يجيو لي فان كلهم ديال احلام نوع من الانفلونس 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 اكزاكتومون هي ما كتبيعش لي برودوي كتبيع لك دوم نكمل معكم ونرجعوا للموضوع الشائك اللي كاين اكتوالمون في المغرب واللي هو اهم موضوع في المغرب كاين في الساعه هو مشكل التعليم حيت هذيك المره ملي دوينا على الاضراب ديال التعليم بزاف الناس قال لك ما عندكمش الحق دخلوا في هادشي نتوما هادشي ما فاهمينش فيه نتوما هادشي ما عارفينش فيه قالوها لي انا قالوها لي انا بزاف حنا هنا ماشي اهل تخصص في كل مجال نهضروا فيه غنكونوا متخصصين فيه حنا كنعطيو الراي ديالنا اللي كي ريبريزونتي اللي كيقدم المواطن يعني انا مواطنه كنجي على التعليم كمواطنه ساره مواطنه يوسف مواطن مغربي وكنمثلوا الراي ديال كل مواطن مغربي شنو هو الراي ديالو في هذا الشيء من بعيد اللي هو ما عارفش هذا الشيء اللي هو ما عارفش التفاصيل ديالو اللي هو ماشي داخل الدومين كما دوينا دابا على مواد جميل كما غادي ندويو على العرافه اللي لعب الطيف في اي موضوع كندويو فيه ماشي حنا اهل التخصص اللي كنجيو نهضروا عليه بواحد الديتاي وواحد التفاصيل البينه مي حنا كنقدموا الراي العام كيفاش الناس كتشوف الحوايج كل واحد فينا كيهضر باللسان ديال واحد فوالا ديال الناس بالطريقه ديالو كما قالت ساره وهضرنا قلنا حرام هاد الوليدات هادو يبقاو ضايعين اكيد الاضراب لا طول اول ضحيه غيكون في هادشي كله هو التلميذ المغربي اللي هما لو فيوتشر والمستقبل ديال المغرب يعني هاد الوليدات راه هما اللي كتشوفو دابا صغيورين كيلعبوا راه هو المستقبل ديال البلاد حنا راه شحال ما طولنا راه كتزرينا مده الصلاحيه ديالنا وكيجي جيل جديد اللي كيشد البلاد هادي وللاسف طاح لو شفخ اللي هو شويه صعيب هاد الاسبوع اللي يمكن غادي أكد الهضرة اللي قلنا هو أن 80,000 تلميذ هاجروا للتعليم الخصوصي 80,000 تلميذ لحد الآن والعدد في تزايد الوالدين جالهم كيدوهم العام ومشاو الخاص يعني 80,000 واحد اللي بارون ديالو لحقت فيهم العظم وبان لهم الدري كيضيع ما عندهمش الخيار ومشاو داوه الخصوصي باسكو العمومي لحد الان باقي الاضراب ما تحلش الى غايه هذه الحلقه هذه باقي المشكل ما تحلش هي 80,000 مغربي تلميذ مغربي اللي هاجروا للخصوصي من استطاع الى اي سبيله لا غيكونوا هاد الناس ما قادين على الخصوصي لا مشاو ليه كنزيروا دابا باعوا فوالا يعني هاد الناس فريمون تقطعوا باش وليداتهم كلهم يقراو وهذا شيء مؤسف جدا أنا وفي هادشي كله اللي كنعيشوه ديال غلاء المعيشة وديال الناس مكرفصين وديال وتزيد الوليدات ما كيقراوش وخاصك حتى هما تعاود داك شويه اللي كان عندك اللي غتخلي مثلا الدواء ديالهم او الفورنيتور سكولير او الحوايجهم تحيدوا من هادشي كله وتمشي وتزيدوا باش تولي زادك هم اخر ديال انك خاصك تخلص عليهم باش يقراو حرام انا كنشوف انه حرام هاد الوليدات يضيعوا كما كنقول حرام هاد الاساتذه ما ياخذوش حقوقهم لان حتى هاد الناس اللي كيوقفوا اللي كيديروا اضرابات حتى هما عندهم وليداتهم حتى هما كيقراو ساشون كو وليدات الاساتذه حتى هما كيقراو دونك حتى هما عندهم وليدات
دونك كنشوف ان كل شيء ضايع في هذا الميدان فهاد ليستوار كلشي ضايع هاد المشكل كلشي ضايع فيه كلشي تحت ما خرج فيه رابح اساتذه مكرفسين لان اعصابهم وقتهم وليداتهم بزاف على بريسيون اللي كاينه عليهم الوليدات والديهم الوليدات اللي كيضيعوا في قرايتهم لا اله الا الله محمد رسول الله خاصي تلقى شي حل وفي اسرع 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 مده لان براتيكمون العام مشى ثلاث انا ميم شوز بحالي بحال كلشي واكل كلشي واكل فهاد لافير واللي كيجيني انا كتجيني البكيه وكتبقى في الحال هو سبحان الله حنا في المغرب عندنا بالمقلوب كتمشي في اوروبا وكتمشي في بيان سور لي بي هذا كتلقاي ان ليكول بوبليك هي باش تدخلي ليكول بوبليك ديري ليكول بوبليك ماشي اجي وقرا في ليكول بوبليك تاجي كتلقى اللي ولدو ما بغاش يقرا ولا ما فيش ولا مشاغب بزاف ولا عنده مشاكل ما كيقبلوش ليكول بوبليك اجي شوف شكون اللي دخل ولدو في ليكول بوبليك لي ميور كونديسيون كاينين في ليكول بوبليك ويا با دو ديفيرونس لي ميور ماتيريال لو ميور كتلقى اللي كيقرا في ليكول بريفي جوست عنده صعوبات جراو عليه من ليكول بوبليك ما عندنا العكس واخا ليكول بوبليك خصها تكون مقوامه لونيفورم ديالها قرينا حنا ليبوك ديال ليكول بوبليك كنا بوتيتر كاع من جيل الثمانينات كنا اخر جيل اختي حنا الثمانينات ماشي الثلاثينات كنا ثمانينات قلت احنا غات كدوي علينا بحال كدوي على الثلاثينات قلت لي حنا جيل الثمانينات راه الثمانينات راه حنا صباح الخير راه الثمانينات راه حنا اخر جيل تبرع شويه سمح لي صرا كاليتي ديال ليكول بوبليك انا كدوي على الجيل الذهبي ورا جيل الذهبي ما بغات نقري شوفي خليك انت اصلا مزوده في التسعينات كاش لا لا صفتي عاصفتي ما كملوش انا اختي ناس كبار شوفي انا بنت 85 انا ولد 75 حنايا لا جينيراسيون ديالنا ماشي 63 بيناتنا شوف حنا كنا واحد الموجه عرفتي فريمون درنا فرنس سي فري درنا فرنس سكنا عرفتي اللي مور حنا bah tu peux pas راه des enfants في privé ou privé privé moyen حيت كاين الله يخليك كاين privé moyen وكاين privé دالابا هودغام privé moyen ما كيعرفش في سي او سي او 2 سي او 3 ما كيقولش جمله سي فري كراهي تيقرا الجمله صادير كو عندنا مشكل الميدان العمومي اون جينيرال كصصح كيبان لك المره لا كاين انا متفقاش معاك انا دابا كنشوف هذا الجيل هذا بالعكس 18 عندهم 18 ل 20 في المعدل عندهم بحال السلام عليكم ماشي كلشي انا كان عندنا الواعر كيجيب 13 ماشي كلشي لا كان 18 وكان 19 كاين واحد في الاكاديمي اللي كيجيب 18 لا كيجيب انا جو فيزي با بارتي من هاد الناس باش نتفاهموا انا كلشي الا 18 الا 16 الا 12 الا 9 كاع هو نكتب مي كانوا الناس مي كان عندنا مستوى دراسي مهم كنا كانوا الكتوبه كنا كنقراو كنا كنبوكينيو كيخرجوا لي قراصو استاذه كتبكي انا حضرت اساتذه بكاو انا بكى عليا استاذ كان كيقري اختي من قبل والعام الثاني قراني انا وعيط لها قال لها واش سي طون كوزان قالت لي لا خويا قال لها شوف قالت لي خويا قال لها راه ما يمكنش بكى بالدموع قال لها ما يمكنش تكوني هنا خوك هنا يعني تلمو كانوا هاد الناس كيحبوا خدمتهم قسما بالله كانوا كيبكيو على التلاميذ وكنا كنتفرقوا مع الاساتذه بالبكاء كان الاستاذ عنده الخاطر باسكو كانت لا ديسيبلين كنا حنا الاستاذ كتدخلوا عنده استاذ كان مقدس كتكرم بلاصتك كتشد بساله كيشيلوا عليه بالطباشير والغوات وسادة ضربوها وسادة اكلوه وتخسر الهضرة والمعيار ويجي ويدير ها ويهز يا دو كوا فينا هو الاستاذ فينا هو قيمة الاستاذ والله الاستاذ كنشوفه كتجي انا راه ما كانش ساهله في الزنقه اللي كنشوفه كنموت في الزنقه لا بروف دو فرونسي كتعيط لينا في الفيكس كانت كتعيط لي للدار في الفيكس ما تنسيش هاد التمرين ما تنسيش هذا شنو ما فهمتي شنو راسي ما كان لا واتساب لا والو ما كانش هادشي جيزا دابا بلو كاينين لي مويان تكنولوجيك يعني مش بلوس لي مويان تكنولوجيك باش بوغ افونسي بلوس بوغ كيرجعوا للور العمومي لما مشى شي هادو 80 الف تلميذ هاجروا الى خصوصي اي فون با تونيغ لونطون هادشي اللي بغيت نقول لكم ان هاد الناس دابا هاد لي بارون تقطعوا اليوم باش يديو الوالدين كملوا العام هاد العام فوالا واش غادي يقدروا في لا جوغي باسكو راه حس العوان واحد لا ما كانش عنده في الجهد يمكن يبقى اسيغي واحد 3 شهور 4 شهور ديك الساعه ما تقدرش تخلص مازال على ولدك الخصوصي والعموم يخرج من عندك واحد حنا غنقول غير واحد ما قدرتيش مازال تكمل تخلص عليه في الخصوصي خرج من العمومي ما بقيتش قادره تخلص الخصوصي فين غيمشي هذا الولد
في هذا الشيء عنده واحد التبعيات اللي كنظن صعيبه بزاف. وهذا الاضراب خايفه غير انا زعما صراحه كمغربيه خايفه على التبعيات ديالو ما تكونش غير هاد لا بيريود يبقاو دي كونسيكونس مور هاد الشيء. كنكونوا متفائلين نقولوا ان شاء الله يكون الحل هاد الاسبوع يا ربي، ونتمنوا من رئيس الحكومه السي عزيز تخنوش لان الحل في يديك. فهاد الوليدات اللي وليداتنا وليدات وليدات المغاربه كاملين نتمنوا انه تلقى شي حل ويكون ان ارانجمون، ما يدعوش الاساتذه في حقوقهم وما حقهم وراءهم مطالب، وما يدعوش التلاميذ وسي لي زانفون لانهم هما المستقبل. حنا راه في العد التنازلي دونك هاد لا جينيراسيون هي انت لا توني با كونسيري حنا بجوج حنا اللي كبار. لا واحد كتقولوا جيل، حنا جيل الثمانينات، جيل الثمانينات فيها في جيل الثمانينات انا فيها والله جيل الثمانينات راه احسن جيل داز. اي غير ما تقولي ما تلحنيهاش بحال داك الجيل الذهبي باقي مازال حنايا، حنا راه باقي هو الجيل ديال دابا جيل الثمانينات. لا حنا راه كاين جوج جمورانا دابا، لا حنايا وليداتنا انا وياك هادوك من الاخرين، بعد كاين الوسط والوسط خاوي تا هو ما كاين حتى حاجه حاجه كاينه هوت غام كاين غير راك كتشوفي زعما راك عارفه غوسيبا غوسيبا قديمه غوسيبا ديما هادي تقولي فيها قديمه هادي واخا الكسي. بقاو معنا مشاهدينا نرجعوا لكم بعد الفاصل. ورجعنا معكم مشاهدينا. الفنانه زينة الدوجي رجعت في برنامج مع رشيد العلال في الدوزام وقالت واحد التصريح، نشوفوا التصريح. اشنا هو اعلى اجر تقاضيتيه من نهار بديتي في الميدان الفني؟ اكبر كاشي. اكبر كاشي الفلفله ولا الكاشي؟ اختاري. اكبر كاشي اونيفو داش، واش باش نغني شي شهر في شهر في اي حاجه؟ 300 مليون. شحال؟ 300 مليون. تبارك الله. تصريح اثار الجدل ديال 300 مليون. حنا ملي كنسمعوا الملايين بزاف ما كيعجبناش الحال. لا بالعكس. الوغ قالت اون جينيرال سولاش من عام خدات فيه اغلى كاشي خداته قالت 300 مليون. وكانت هناك كان هناك جدل واسع على 300 مليون كيفاش وهذا والناس اللي قراو، وانت ديما حنا كنقولوا الناس اللي قراو هذا النوع ديال المواقف، الناس اللي قراو ما كيشدوهاش وهذا و300 مليون وبزاف الناس يزون تروفي سا بزاف زعما انك تشدي 300 مليون في نهار واحد. يوسف اول حاجه بعدا كنقولها بصحتها بكل صراحه وبكل صدق بصحتها. علاش؟ لان الفن ما عندوش ثمن، ما عمرك تقدر بثمن. يعني تقدر اليوم شديتي 30 درهم صبرتي وكافحتي سنوات ولا شديتي 300 مليون بصحتك. حنا كانت غتكون عزيزه علينا كون بقات 30 درهم مسكينه والفنانين مظلومين والله يحسن العوان وشي دابا كون دارت فراشه وربي خير عليها ولاد متزوج يدير ولادو وخت تحضرنا وهي اللي بغات هذا الشيء. دونك عجبنا الحال. ملي كنسمعوا 300 مليون كنديروها. انا شخصيا كنقولها بصحتك وراحتك والله يسهل على اي فنان وعلى اي انسان كيف ما كان شدوا 300 وشدوا 500 وشدوا المليار دو تفاصون فلوسهم كيبقاو في بلادهم جيماجين شنو كيديروا بهم كينفيستي وهادي دونك هادشي كيبقى كيدور. ما علينا. انا كنظن ابتسام وساره ان لي 3 مليون دو ديغام خداتهم في لا بوب جو بونس خداتهم في لا بوب ديال واحد المنعش عقاري هو اللي خدات في هاد الكاشي. انا هادي المعلومه اللي عندي و جو سوي سيغ منها. وقدرت تكون خدات 300 في هادي وخدات 300 واحد اخرى في سهرات سهرات خاصه عند الناس بغاو يعطيوها من حقها. كاين واحد الفنانه عطاها واحد السيد فان ديالها في سهره خاصه بوشيت ديال واحد لاماك معروفه، هي كتصفش عطاها لابوشيت قالت لها شكرا بارك الله فيك شكرا جزيلا مشات للدار قالت فيها 50000 اورو. ودابا التصريح تاعك يوسف درنا المشاكل. الناس يقول لك واحد باغي يدير عمليه يموت وواحد عطى لواحد 50 مليون باغي يدير عمليه سان ريان افوار بحال مثلا شي حد كيقول لك لا عنده فلوس يساعد الفقراء نو ولا حد ديما كنخلطوا هذاك سميتو الحقد الطبقي ديال اللي يعطي للفقراء. كل واحد كاين اللي كيعطي ما غنعرفوش اللي كيعطي وما كنعرفوش كاين بزاف الناس كيعطيو ما كنعرفوهمش كاين بزاف الناس ما كيعطيوش كيعطيو قبل الفم غندير وغندير وغندير وما كيديروا والو وكيمشيو عند الناس كاع وكيشوفوا الناس المرض وكيقول لهم غنجي عندكم وغندير لكم وغنفريكم وكان هناك جالسا ما كيعقلوش عليهم. وكاين بزاف الناس الحمد لله حنا بلاد الخير والناس خيرين حتى البسطاء حتى الناس اللي ما عندهمش راه تيتعاونوا دايوغ لا بروف شنا في الزلزال اللي كان ان الناس مول ليترات الحليب مول دولي بخان مول هادي مول هادي مول هادي دونك تو يعني انا بالنسبه ليا
فنان او لا انسان كيف ما بغى يكون وبالضبط الفنان لانه عليه الضوء شي 300 واش بريفير كفنان يجي انا فرق عليا قادوس انا غير خرج لي مولكرا انا سالت لي البوطه انا بغيت نشري تريكو انا بغيت نشري شكاره لولدي نو صحتها وراحتها والعقوبه للفنانين ديال المغرب كاملين تكون عندهم قيمه والمغربي كمواطن كما بغى يكون تكون عنده قيمه يكون كايش دو بون كونديسيون من التطبيب من التعليم حتى حد ما يحتاج لشي حد لان اللي مريض واللي ما عندوش هذا دور الدوله ماشي دور الفنانين ما غاديش نعاود داكشي قلتي متفق معاه 100% الله يزيدها الله يزيد كاع حاجه وحده اللي كيقول حنا قرينا وقرينا والناس قراو ايتان دون عطانا ربي ما كيتقراش ميرسي كتقرا فهمتي البيركلي اللي هي اكبر يونيفرسيتي ديال الموسيقى سي تان دون الفون ان دون سي اون بريستاسيون ارتستيك ديالها ستادير سي سا سيناتور انا لا تسمع داودي بلا ما تشوفها تعرفها هي سي اون سيناتور سي سون دون ماشي بحال لافير ديال اللي هضرنا على التريكو ديال شوف سي تان دون لا يزيد على عكس لو ميريت كره كتعاون الناس كره دايره شهريه شي ناس حره ما ديرش كاع هادشي هاد الناس ديما كيسهلوا الحاجه مثلا سمعتي لعاب كيشد مليار في الشهر تقول والله لا كون صحابي كون لعبت الكره احسن ليا والله عندي كره راه غتلعب ما غيعطيوكش حتى 20 درهم هي كاين بزاف اللعابه كيلعبوا كره وما ما ما كيلعبوا في دربهم كيلعبها بعدا بحال الله كيسمع شي مغني كيشد فلوس يقول لك والله العظيم صحابنا حنا بلا ما نخدموا كاع شغل والله غنينا اجي وغني اجي وغني الغنى راه ماشي قرايه كتزاد به كتزاد تو لا ميليون بيان سور حيت ديما اون توندونس نصبر برافو عليك راه داكشي كيديروا راه والو زعما صحابني كنت انا مشيت تحت ارسم هاد الطابلو او ما واش درها ويا لي ساعتي شنو ندير هنايا صحابني انا والله الا عدمت انا كون بنت صبغت انايا ماشي نفس الحاجه راه واخا دير عندك كدير ليها ما عندك كدير ليها سيت سيت بريزونطاسيون ارتستيك اي سي اون بلوس محبوبه عند الجماهير ابخي واش الفنان يديكلاري ولا لا هذا عاوتاني موضوع هنا هنا السؤال واش كانت هي كون جاوبت قالت لا سمح لي ما غنقولش كوكله فلفله علاش ما تقولش بالعكس تقول واش حيت حنا عارفين بريفي جو سوي دير اي انا جو سوي بور التوجيه اللي كامل ديسكريت ما عندهاش ما عندهاش مع هذا يمكن هي براسها ما يكونش عاجبها الحال ان هاد لا فيديو تبقى تبارطاجها بزاف يعني واش هي بتدخل جو بونس هي كانت تكون فضلاتنا تقول ما نقولش وحيت هي كدوز عاك عارف كدير لقاء ما كتبغي لا لا بوز لا حتى شي حاجه ما عمرها ما كتكتب ديكلاراسيون ما حتى شي حاجه بدات تكون قالت لا كان هادشي هاد الجدل كله ما يكونش وكانت تبقى حتى هي ترونكيل مع راسها ما ولا بنادم غادي يقول لك ما قالش الا وعلاش ساكته راه تبقى با لافواغ ما بقاش حتى تابعك على الفلوس لا هي حره تقول بالعكس انا جو سوي بور بالعكس انا حضرت اون ارتيست ماروكان قالت 900 مليون بلا ما نقول سميتها قالت هكا طرح على نفس السؤال طرح كتقول لي سميتي كي قالت انا داك لا ما نقدرش نقول سميتها انا عارفه علاش هي سعيده شرف الفنانه سعيده شرف قالت لهم انا 900 مليون خديت كاش 900 مليون صحتك كلشي بوسيبل كلشي بوسيبل كتلقاي جوج الناس كيديروا نفس الخدمه جوج الحوايج حتى بعضياتهم واحد كيبيع 20 درهم حتى واحد ما بغى يشري من عنده وواحد كيبيع ب 2000 درهم وما تلقاش البرودوي ديالو سي كوم سا سي كوم سا وكاين مثلا اللي غيفضل نعطي لهذا 2000 درهم وما نعطيش لهذا 20 درهم ونفضل هذا المغني نعطيه 900 مليون وهذا الفنان ما نعطيهش حتى 10 درهم سي كوم سا اكزاكت وخاص الجمهور يامن بالله ارزاق من عند الله كتفرق لحكمة عنده هو بوحدها ما نقدرش ولي كل المشاهدين نصيب هاد الناس راهم دمروا ضربوا تماره وتكرفصوا باش وصلوا لهاد لي كاشي وبصحتهم وبراحتهم هادشي اللي كاين نمشي نشوفوا هاد الاسبوع شنو عجبنا وشنو ما عجبناش فعجبني فقصني كود كار كود قال والكود كار هذا الاسبوع هي لا فيديو ديال ياسين بولو ياسين بولو ديما كيدير لنا نبضات قلب طول طون شوفوا لا فيديو ديالو الطفل عاصف كان حلمه انه يجري مكالمه مع لاعب كره القدم والحارس ياسين بونو اليوم راح يتحقق حلم عاصف كعربي بحكي عربي يلا علي صوتك كيفك ياسين احسن والله ياسين والله انا بحبك ياسين بحبك والله انت قدوة بالنسبة نفسي اشوفك ياسين والله انا من حلمي اني اشوفك
انا صادر موعدك نروح نشوفك ان شاء الله. متى متى ان شاء الله؟ حبيبي ان شاء الله نروح نشوفك. بقول لك بدي اجي نفسي اشوفك يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بالمنتخب. احلى احلى منتخب مغربي. ايش صار معاك؟ حقيقة تحلم من احلامي اني اكلم الشنبون. يا الله. بسم الله منصدم. مصدوم؟ مصدوم. يا الله. ليش بتعيط؟ لا فيديو ديال لابيل فيديو اللي دار ياسين بونو مع واحد الوليد في غزه اللي حتى واتساب في الحرب اللي كاينه دابا ومشات ليه مسكين رجلو وكان الحلم تاعو يهضر مع ياسين بونو ودكو ياسين بونو دار معنا لابيل فيديو شفتو كيفاش الدري فرح بداك لابيل فيديو. ياسين ديما كيدير ديما هاد لي فتات بون الناس اللي كيكون كيبغيو فين ما كانوا كيتلاقى معاهم كيشوفهم اي هذا هو لو فري ارتست لي اكثر من مثالو. وكنتمنى ان شاء الله تسالي هاد الحروب وهاد الشيء كامل ونشوفوا الناس كلهم عايشين في السلام وعايشين حياه وهاد الوليدات كلهم يبداو حياتهم من جديد ويكملوا حياه زوينه اللي كتجي معاهم وتجي مع السن ديالهم مع البراءه ديالهم. ونتمنوا هذا يكون درس بزاف بلا ما ندوي على لي زارتيست بحال لي انفلونسور اللي كيجيو الناس كيبغيو يتصوروا معاهم وكيبدا يقول لهم لا اسمح لي لا ما مساليش لا بعدي مني لا. انا شفت انا بزاف لي كاش من بزاف الفنانين ودابا كاع خلاص ملي كنشوف هاد لي زانفلونسور وهاد مشاوير السوشيال ميديا خلاص الناس كيديروا لهم الصاف وما نصورش معاك انت ونصور معاك انت دونك والناس كتزاحم والناس مساليه راسها والناس كتزاحم كيدافعوا زعما باش يكونوا كلير زعما راه المشكل ما نقولوش في الانفلونسور ولا الانفلونسوز وكتلقاي زحام 300 400 واحد كيدافعوا باش يقولوا وي باش يديروا سي بيان سي بيان غير خاص لارتيست ولا الانسان المشهور مي واش جي يكون هو ياخذ شويه لا غروس تايت بدا يسنوبي الناس ولا يبدا يدخل توا بلي كارت كور خرج بلي كارت كور دي فوا كتشوفهم داخلين دي زيفينمون ما كاين حتى واحد كيبدا هو غادي كيدير هاك كيشير لمن ما عرفت ودارين به سته هو اصلا بيبليك ما فيه سته ودايزو كيدير العباد الله وكيدير لهم ما كاين حتى واحد دونك غير الناس ما يمرضوش يعرفوا بانه هاو هاو بونو اللي تبارك الله الله يزيدوا في شهره وفي نجاح عالمي هو تواضع وغيدو مع انوفون هذيك المره كان جا وتلاقى مع واحد من الدراري ديال الزيزان ديما هو كيدير ديزاكسيون مع الاطفال فين ما كانوا كيف ما كانت الظروف ديالهم كيعطيهم واحد الوقت كيهتم بهم بلو كو دكول نشوفوا التصريح ديال سعيد ناصري. هو كيف قلتي انه قال لك ما كيعرفنيش كيعرف غير سعيد الناصري الوداد سي نورمال انا كنت من صحاب طوطو غيعرفني انا طوطو باقي صغير يلاه بدا داك العام ما كنتش عارف الحمد لله سعيد الناصري ربما نهار خديت انا الماجستير في اداره الاعمال من احد الكليات الامريكيه ربما هو باقي ديك الساعه في الماتيرنال باقي يعني كي باقي دري صغير ولا في الابتدائي ولا ومن بعد مني درت انا وخويا ومراته كاع الشباب والوليدات كانوا كيتبعوا يعني كان دري صغير غيكون تيتبع اذا كان كيتفرج التلفزيون المغربي ومن بعد يعني كاين الحمد لله تاريخ هذا الفيلم الاخراني الان اللي داير ضجه فعيب ان وزير الثقافه يجيب لك انا ما كنعرفوش انا كنعرف سعيد الناصري الوداد وانت ماشي وزير الرياضه وزير الفن وزير الثقافه خص تكون هذه الادوات المؤاخذات اللي بغيت نقول والجواب اللي بغيت نجاوب السيد الوزير مع كامل احتراماتي وبغيت نقول له باننا حنا راه نحب بلدنا وكنوا نحب وعندنا غيره عليه وداكشي علاش كنتقلقوا تيبقى فينا الحال. وقع اخذ ورد وزير الثقافه قال لهم انا ما كنعرفش شكون سعيد الناصري كنعرف غير سعيد الناصري ديال الوداد. الفنان والممثل سعيد الناصري الكوميدي بحال قلتي تقلق من هاد رص تقلق من هاد الجمله. الحاجه اللي نقدر نقول سي فري كو كلنا كنعرفو سعيد الناصري كلنا كنعرفو سعيد الناصري سورتو قدروا يكونوا ان اونفون ما عرفوش بوسيبل مي لا جينيراسيون هادي كلشي كيعرف كيف قال هو حنا تكون كيعجبك الستيل تاع شي فنان ولا ما كيعجبكش هذيك الشخصيه من اول واحد دار السيت كوم في المغرب هو سعيد الناصري كناش كنعرفو السيت كوم من الاوائل اللي داروه ماشي اول واحد انا وخويا ومراته هو اول سيت كوم دار في المغرب اول واحد انا نقدر ما نفيدكمش سي مربوح جو بونس لا لا بيان ابخي سي فري بيان سور اول سيت كوم دار في المغرب بروجي دو سيت كوم
جابوا سعيد الناصري حيت غيكون جايب الفكره من لي ستاتوني هو كان عايش في ستاتوني هو سيت كوم تاع انا خويا مراتو مع الله يرحمه سي محمد بركاش سي محمد عبد الرحيم بركاش عبد الرحيم بركاش بدوش اللي تخلطوا لي تخلطوا لي السميات اون توكا ما يمكنش تكون ما كتعرفش سعيد الناصري باسكو من الكوميديين المعروفين ديال المغرب وانت وزير ثقافه انت وزير ثقافه وبلا وزير ثقافه حنا كجينيراسيون هيا تقول لي عاوتاني حنا تاع الثمانينات والسبعينات والتسعينات انا ماشي التسعينات الالفينات والعشرينات صافي خليك كلنا كنعرفوا سعيد الناصري الممثل ابخي ثم بوغ مو سعيد الناصري ما كانش يحتاج يدير هاد لا فيديو ويقول لا ما كيعرفنيش كيعرف طوطو ولا كيعرف هذا انت كيما قلتي راه المغاربه كلهم كيعرفوه ما تدخلش في مقارنات فوالا ما كاين لاش لا طوطو هذاك رابور انت ممثل كوميدي وحده بلاصتو فوالا ومنتج كل واحد كيف ما ممكنش نقارن الممثل مع واحد لاعب كره القدم وتشوف يمكن هو الى بريمال ان الوزير قال لهم ما كنعرفش سعيد الناصري جو كومبرون ان الواحد يتقلق ابخي كاين مثلا وزراء اللي ما كيتفرجوش في التلفزيون المغربي على ليبوك لا كوني كاين اللي تيكون هو تري فرانكوفون كيتفرج غير داكشي اللي بالفرنسي لا واخا هو زعما الثقافه خصو يكون اغابوفون لان حنا ماشي كلشي اللي بخوني كنهضروا فرانكوفون دونك خصو يكون يعرف سعيد الناصري يكون يعرف السمستين يكون يعرف الداسوكين يكون يعرف محمد الزعري يكون يعرف رشيده مشنوع نو اسف حبيبي خصو يكون عارفهم لانه هو زير ثقافه دونك الا ما عرفهمش زير ثقافه شكون يعرفهم كيعرفك الشعب لا ما هذه ما نطقوش لا لا انا جوست داكوغ افيك توا في هذه القضيه ديال ان سعيد الناصري ما كانش عليه يخرج يجيستيفي شكون هو فوالا انت تي او دولا انت كتعرف وزير الثقافه غادي يبقى غادي يكون وزير واحد النهار ما غيبقاش وزير ولكن انت سعيد الناصري غتبقى سعيد الناصري طول عمرك غادي تموت وغدوز قرون وغتبقى انت سعيد الناصري اللي درتي لي سيت كوم ودرتي 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 تي نا با بيزوان تو جيستيفي سي سعيد دي تو دونك ما بقاوش ما تقارنش وما عندكش علاش غتقول لي ستوريك ديالك حيت العالم كله كيعرفو كيعرف شكون انت وكيعرف قيمتك الفنيه وكيعرف شنو درتي للفن في المغرب وكيعرف اوتونكو فنان وطوطو حتى هو ماشي شي حاجه قليله حتى هو دابا طوطو فنان في المغرب سي تان جون سي تون اوتر جينيراسيون سي لا جينيراسيون ديالك انت اللي باقا صغيره فوالا دونك لا ولكن طوطو حاجه حتى حاجه لا طوطو فنان دابا طوطو مسكين كيجبدوه في اي حاجه عرفتي علاش ها هو ها نعمل الحلو ها دابا الوزير ديال الثقافه سي كلكان اللي كيدير خدمته السي مهدي بن سعيد كيدير خدمته زوينه لا فيريتي كانت عنده كلكو سبيسياليتي بلس ميل بلس الاركيولوجي وداكشي الموزي عنده ما عرفش زي الناصري ولا عرفو سي غراف سي كسوا غراف ماشي مشكل لا رياكسيون كاين لاكسيون كاين لا رياكسيون كون جا اون اكسيون كونتر تو يوسف ولا ابتسام في ريزو سوسيو داكشي لا رياكسيون بو سو روتورني كونتر تو بيان سور سعيد الناصري هو كوميدي كان ياخذها بكوميديا فوالا كان يقدر يجاوب بطريقه اللي بنادم فهمتي يقدر يضحك بنادم اون غير ريغولي دو تو كومون بو با هذا هو السؤال كيرجع في كاع لي ميديا ديال العالم صافي قالك ما عرفوش يقدر يطلعوا شي نويطه سوبتيل ضحكوا بها الناس هو كيضحك عنده هادشي عنده دلا غيبارتي وما يديرش فيها بحال فقعان نقولوها بالدارجه ديالنا فقعان فقعان كيتقاش هو ولا طوطو ما عرف طوطو وانا ما يعرفنيش يا انا ماشي عارف طوطو وانا ما يعرفنيش لا انت معروف كنعرفك وهاك هذا كلشي كيعرفو هو يمكن الا الا دي كيك شوز تقدر غير بون رياكسيون تكون سوبتيل يقدر سي بن سعيد اي دوموند دي زيكسكوز يقولك راه يخرج بشي اون رياكسيون كي انتريسونت عطيتي القصح انا جو بونس كو سا رياكسيون اي تري وي وي تمام وي عطى القصح سي سعيد الناصري احنا واخا كون لا دور كون راه بالضحك وداكشي راه غادي تجي غتجي بلو درول و ابري تا هو اي لي ليفر دو رياجير بلا مانيير اللي هو مسلكاه وبالطريقه اللي هو انا غندويو عليه على حسب كومون يبغي يرجع فوالا اكزاكتومون كيما قلتي وزير الثقافه انسان اللي كي تري بيان سعيد الناصري ان تري بون كوميديان ومنتج زعما ولا في مخرج لا في بوكو دو بروجي زعما بجوجكم مغاربه كيبغيوكم اكزاكتومون يعني ما كاينش مشكل ابري واش كتعرفوا بعضياتكم اه ولا لا ماشي مشكل او سي سي با الكا تعرفوا دابا سيروا شربوا قهوه ولا دابا كنتوا تعرفوا مزيان دابا لاقيوهم دابا نديروا نديروا الخطاج دابا كنتوا تعرفين مزيان غادي تعرفوا غيدي سعيد البروجي وغيمشي للوزاره وغياخذ البروجي وداكشي غادي خير وعلى خير طونسيون رياكشن نمشيو نشوفوا فقره بور كونتر مع اوتيت مع أو ضد التصوير في الأعراس والمناسبات
انا ضد ماشي حتى الاعراس والمناسبات اي حاجه زوينه كتعيشها حيت الطون مثلا عندك اسبيكتاكل غنجي مثلا غنتفرج فيك وانت كتغني وانت كتغني ودير ها ما تفرجت فيك ما تمتعت باللقاء ديالي مع الارتيست. لا ماشي هذنا الحفله كنهضروا على الحفلات البريفي بحال العرس اللي هذوك لي زيفينمون انتيم عائلي جوستمون حتى في لي مومون انتيم عائلي راه خصنا نجلسوا نجمعوا مع بعضياتنا ونشوفوا العروسه شنو لابسه ونشوفوا التريتور شنو داروا هادو شنو نغوسيبيو بلاص ما نشدوا التليفون باش نجي غدو بعد غدا نوري الماكوزين اللي عندها 50 عام بعد ما يدار شوفي فلانه شتي هادي دادا نبدا ندير به السم داك الفيديو اولا نبدا كريتيكي بيه في عباد الله. انا بعدا بيرسونال جو سوي كونتر وجامي ما كان فيلمي سي تري غار. انا كونتر مي كونتر العرس اون جينيرال اون اكزاكتومون انا كونتر العرس اون انا جو سي كو توا كونتر العرس انا جو سوي كونتر العرس ما كنمشيش للعرس جومون مي غراف بصح حنا الفقره كاع من الشيء كامل عرفتي شنو غنقول انا كونتر جواج وغنسالي ونزيد انا كونتر العرس ما هكاك لا تحضري ليه ماشي ما كان انفلونسي تاع ما كان مانيبيولي تاع حد هادي بيرسونيل. دابا نهضروا كعامه الناس حيت انا هنايا بوغ بارلي العراضه ديال العرس ماشي لا العرس كعرس لا العراضات زعما زايده زعما طحتوا فيا انا في هذا الموضوع مي تو غيزون انا ضد علاش باسكو سي انتيم اي باسكو صافي بروفيت دو هاد لوكيتا كاين فوتوغراف كيف قال كيكون فوتوغراف صوبت صورات اللي هما بروفيسيونيل تقاد ولا وعرسك عرسك تو لو دووا دير فيه ما بغيتي تقدر دير انترديت تصور انترديت تصور عرسك سي توا تي مولات العرس العكس صوروا جو فو هذا صور مي انا جو بونس كمارياج ولا بور لي زونفون ولا داكشي انتيم تي لا ماري وشوف العائله ديال راجلها حتى هي ايزون ديسيدي اون ريغل تكون في هذا شي عرس قول لك بغيت كلشي يكون حفيان خاص كلشي يجي حفيان. لا انت ماشي غادي تجيبني العرس وغتعرض عليا وغتعشي تقول لي لا وحيد التليفون لا وحيد حفيان لا حيد صندالتك لا لبس هادي لا هادي عرضت عليا نجي داكشي اللي بغيت نصور ولكن واش عشا ولكن عشاش وانت معروضه وانت معروضه وكتعشاي واحد السيده في ديك الطبله اللي هي ما كتعرفيهاش وانت كتاكلي واخده راحتك ولا مجمعه ولا كتضحكي ولا كتعكر ولا جو سي با كوا وجي وحده غتفيلمك شنو غتكون الرياكسيون ديالك؟ لا ولكن سا توجور ايتي الكا قبل ما كانوش عباد الله كيجيبوا لي زاباري فوتو كيصوروا بهم خال العروس جاب الانترنت وما كانش انستغرام كيصوروا بعضياتهم مثلا خالك جايب اباري فوتو من بلجيكا ما غاينوش يبدا يصور في الناس جالسين كيصور عائلته هذه بنت اختو هذا ولد اختو هذا خو يعني دابا كيصورك شي حد اللي ما كتعرفيهش غتلقى فيديو ديالك بس باسكو باغي يصورك صورك باسكو باغا لا يقدر حتى صورك باغي يصورك مثلا شاف كولي لابسه لبستك الشيطه لابسه الناس راه قوسين عجباتها بغات تصيب بحالها لا واش انت ما غيبقاش فيك الحاله اللي كتصورك عند شي حد ما كتعرفيهش لا تاكدها صافي قفراتها عندها صوت للناس بس سورتو العرس ديال لي بيرسوناج بوبليك لا جو بو كومبخوندر تقدر تكون هنايا تقدر تكون شي حاجه مثلا جو سي با انايا ابتسام في عرس تي ان بيرسوناج بيبليك جالسه باغا تكوني توا ميم باغا تقولي هضره اللي كتقولي توا ميم لا كاين اللي ما كيجيش ماشي بحال هكا كاين اللي كاينين دي هضرات اللي ما يمكنش تقوليهم قدام قدام لا بيبليك غادي فيلميني في عرس والموسيقى خدام ما غاديش فيلميني كنت عاودتها لا غيفيلميك وانت لا غيفيلميك وانت كتصفط بلا وكتصفط بلا ولا كدوي في شي حاجه مثلا كاين انت وساره وكدوي في شي موضوع اللي بيناتكم فهمتي وحده كاع ساك دراسه بحال كتصور في راسك بدا ديرها حيت كيديروها كيديروا بحال كياخذوا سيلفي رشاد داك ما لا يا رشاد دنا ميمه واحد المره ممثله كتقدا في ان سوبر مارشي تبع بنت صغيره وهزه تليفون السيده كتهضر معايا غير اخرى كدير لها واش عندك تعبني انا راه ماشي مادونا انا راه ممثله كنتقدا زعما ها انت كاع صورتيني كنتقدر ما غاستافدي حتى شي حاجه سلا ديغونجي بيان سور تقدر تاخذ شي ماركه يمكن هذا تقول لك شوفي كيشوفوا لك في الشاريو كتقدا في سوبر مارشي انا سا ماغيف سوفون كيشوفوا لي في الشاريو اشنو مقداش مقدينا مثلا شكنا كلشي حاجه ما كايناش كيشوف لك الشاريو وتقول لك شي فلان وي عرفتي قداش العادي واش العادي يا تقد يا حالتها يا تقد يا الناس مسالين ولا دابا هادشي ولا كيمشيو لين لانت الحاجه اللي هي نيجاتيف واحد الاي لاينر راه طالع شويه وهذاك راه هبط شويه هذاك شويه مي با او بوان وسمحوا لي ان دانتيغدير لا انتيغدير واحد دابا ما جبتش التليفون وما يهزوش لا انتيغدير صور تقول لي حبك حب التليفون سمحوا لنا لا انتيغدير واحد ما با تو كونترولي دونك كاسكو سو دي والله ما انوليك كاريمون
اصلا غير جوج ثلاثه ولا جوج داك لو بلوز امبورطون في العرس هو التصاور وداك الشيء سيس انا وتحيد لي التليفون تاعي دخلها ولا شي حاجه ولا دابا دي بوشات كيداروا فور لي مارياج كيديروا لك في التليفون اللي كيسدك لاباري فوتو Ah, ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant. Des pochettes. Des pochettes plastiques qui t'as tous les invités, qui donnent la pochette, l'appareil photo, on te la garde sur. La marque صوري راسك في دار كنتي لابسه بغيت بغيت نصور في العرس عجبني لابسين اللي في العرس بغيت نصور الناس صوريش اختي على الناس صوري ما صوري فين شتيني واش غنصور الناس ولا غادي نصور راسي حيتي لي التليفون واش انا دريه صغيره واش ندخل الكونكور انا معروضه واش اخويا غتعرض عليا وتخنقني ما تعرضش عليا لا ماشي سيتوش الحال هذا عطاك شكون كونديسيون لا جوست ديجولي ما كاينش عرض بكونديسيون واش عرضني لك صحفي راه عرضني لك اوتون كانفيتي غتبغي تصوري فيها باكو اخويا وانا دخل لشي وزاره نحيد التليفون دخل على العرس ماشي عرس راه عرس عرس ديال بريفي ماشي عمومي ومن بعد انا بعدا ما كنبقاش نقابل التليفون تاعي حتى ربع ساعه لا جوسي وي كلنا وي درنا ندخل داكشي اللي غنقالك واحد الساعه في عرس ولكن انت ملي كتكوني مثلا دابا معنا في برنامج ما عمرك كتصوري ستوريات حنا كنت كنقول لك جبت تصور معاك ستوري معرك انا ملي كنبغي نمشي للعرس كنبغي نصور في العرس دونك انت الضاويه زعما داك العرس ما بغيتش نصور ولا نصور في التليفون ديالي التليفون ديالي ما تحيدوش لي واخا ما غنصورش به غندير لك سكونر وغادي نقول لك رجع لي التليفون ديالي باسكو ما تحيديش التليفون لا ما يتحيدش ليك يتحيد لك مثلا تغوتير ما تعرضش عليا تقولي لبسي لا ما غاديش ياخذوا لك التليفون سمح لي يا ساره ما تعرضش عليا تقولي لبسي البيض ولا وايت بارتي ولا بلاك بارتي ولا ما عرفت شنو ما تعرضش عليا تقولي لبسي هاد دريس كود ولا شي حاجه فهاد لا انت ما باغاش تعرضي ما تعرضش عليا تقولي درت معاك مع الجوج سمحي لي انا كنت الكونديسيون ديالي وابخي لي مرحبا ما تعرضش عليا تقولي مع الجوج قد تكوني هنا ولا غنبداو باسكو انا انت ما داكشي ما ياسر لك ابتسام الجوج بونجور السبعه بونجور وما تعرف مشيت للصالون مشيت نتقاد بشويه عليا واش غادي نجي فيا نوصل عندك كاين الهت بالجريه شويه اللي غادي نوصل وما تعرفش لي تقول لي ما تهزيش التليفون كل ما تصوروش ولا ما ديريش عرفت عليا سي انفيتاسيون كونفيفيال خليها في لا كونفيفياليتي عرفتي باش كتبغي السيده راه حتى حد ما غيعرض عليها قفاش علاش عرض عليا اون بون اي دو فورم عرض عليا عرضه مقاده وخليني لا كاين كيديروا لي تام دريس كود دا وايت بارتي ولا ما عنديش سمح لي يا ساره ما عنديش تكشيطه في الابيض نوض نخيطها انايا ب 2 مليون تلقايه ومالك ما عندكش خيطيها لا بصح بارفوا اون تامبوز دو تام با فورسيمون عندك انت عارف ان العيالات ماشي بحال الرجاله تعرضت للعرس عندها بيجي غير ديال التكشيطه هي غتكريها هي غتشريها هي غتصايبها ماشي بحال لي زوم غادي يلبسوا ان كوستيم سكي في ديجا مكيش غتعرض عليا وغنوحل باش نلقى تكشيطه نلبسها واونكور بلوس تقول ليهاش من تكشيطه خاصك تلبسي والله يا اختي لا الرجال كيتحدبوا في الحوايج اكثر من العيالات هذا موضوع اخر هذا يا با الشوا ما كاينش لو شوا قول لي دابا قسطر بيد ديال الرجال فين غنلقاها هي با الشوا كل عيالات كيكريو لي بالا ديجا خاصك تكون شاد حق الله وحاجه وحده اخرى ما تلبسوش اصلا لا والعيالات لا شونس اللي عندهم انه كاين تولي بيدجي من غتكري تكشيطه ب 200 درهم تشري قميص ب 300 درهم ماشي غتكري 20 مليون الرجال إيزون با الشوا اولا حوايج ما كيتكراوش لا ربي كاين واحد كيكري الحوايج كاين واحد كيكري الحوايج ولكن داكشي حالته ما علينا راه شو سلك راه قلت كاش كيفيته بليزون ولكن واخا ولكن كاين نو بوكو بليس دو شوا حتى لي سولد في الحوايج العيات هي توجور لي سولد حتى لي ماركي لي بيت ماركي لي موين فهمتي كاينين كاع لي بيدجي صباط ديال الرجال دو موساطو مالي صباط ديال الرجال اللي بغيتي صباط في المغرب صباط عادي صباط ما كاينش حيت اون جينيرال الرجال كاع ما يسيرش با سافوا ماشي كلشي متشبت واهج انجو ماشي دوال كوستيم كاين اللي كيلبس كوستيم سبعة العراسات دو سويت هو نفس ما عندوش مشكل سي فري كاين ما عندوش مشكل كاين اللي ما عندوش هذاك حيت كوستيم نوار في الباسبور كثار كثار الراجل كيلبس الكوستيم في الخدمه من الاثنين حتى الجمعه والسبت كيمشي به للعرس اكزاكتو كيامورتي داك الكوستيم ما عندوش مشكل هو نا با بروبليم شونج دو كرافات شونج دو بابيون لا احيانا ولا رجال ولا رجال اكزيجون بارك عندنا تمشيتكم مشيتو بعيد في هذا الموضوع هذا المهم جاي موضوع نمشيو كملين فقرات شعلتو وهذا الاسبوع هذا غادي نشعلوا الضوء على الفيستيفال ديال مراكش جو فيلم لو اي في اف ام فيستيفال انترناسيونال ديال الفيلم دو مراكش المهرجان الدولي للفيلم بمراكش اللي غادي يبدا لو 24
le 24 novembre on va le 2 décembre et samedi هذا samedi هذا on va le 2 décembre bien sûr غادي نديرو فقره خاصه une rubrique خاصه الاسبوع القادم كي بايت كونتون كان انا نوصل لكم ان عشان لكم نضوا على الفقره ديالتنا دابا قلنا بغينا نضوا على الفيستيفال مي غتكون فقره خاصه بالفيستيفال ديال مراكش غنشوفوا معكم بزاف ديال التفاصيل عشان كيفاش كيشوف فيا بواحد شراهه تابي روج الفيستيفال سي ان ايفينمون كون ايم تو الصراحه والبوسيبات وكل ما بيان سور سكيفي غادي يكون عندها تغطية خاصة من بلاطو غوسيب غادي نهضروا معكم في التفاصيل ديال التفاصيل ديال التفاصيل ديال الفيستيفال ديال مراكش الأسبوع القادم اللي كيجلس فيك سارة إن شاء الله أي بليزير ترقبوا ترقبوا الجديد والحصريات ضروري والحصريات إن توكا ميرسي بوكو يوسف شكرا بزاف ما سخيتش بكم شكرا سارة ميرسي أتو نتلقاو الأسبوع القادم إن شاء الله في الحلقة ديال الفيستيفال ديال مراكش هادشي ما يمكنش حد يشوفك كدير ولا حد يسمع سورتو هو انا بغينا ندورو على الزمن لا ما تخافش غادي تدور وغادي تجي الحلقه وغادي ان شاء الله غادي نكون مزيان وغادي ما كاين غير غوسب غوسب سبيسيال اف اف ان شاء الله الاسبوع القادم تلقاو الخميس الجاي ان شاء الله دائما برنامج غوسب على شاده